عليكم. عزيز وحمرتي ديالنا، ان شاء الله الله تكونوا بخير بأفضل حال. اليوم راح نقوم نصور غزالة حبيبي، واحد الليفة كشمير غزالة العبار 52 على متر ونص، والثمن غادي يكون 4000 ريال حسين، والتوصيل بالمجان. غادي ان شاء الله تكون في ليفغيزون غراتوي. غادي اخر دفعة هاد الكشمير، غادي واحد الكاليتي اخرى اللي كنا دوزنا، غادي غنديرو عليها 200 درهم ان شاء الله، ولا ليفغيزون غراتوي داخل كازا وخارج كازا ان شاء الله. سيكون خديت شي واحد ولا جوج ولا ثلاثة، ما كاينش مشكل. هذا اللون الاول حبيبي، مارون شوكولا او لا تيت دو نيك، هذا مارون مغلوق. فات تبارك الله واحد 15 لون غادي ندوزو ان شاء الله. هذا المارون حبيبي كاين فيها هذا الفيولي، هذا لوين حتى هو صراحة كاع الوالد ديالها الشوية. هادو العبار 52 على متر ونص، اللي بغات فيها الميتراج كثر 3 متر راه كاينة موجود فيها الميتراج. هادي آخر دفعة إن شاء الله غادي تكون ب 200 درهم، والتوصيل بالمجان. كاين عاوتاني هاد الأورونج هذا وهي حتى هو غزال، أنا حبيبي ها واحد الملمس رطيطر مازال تتفور تتطيح في لاكومبا ديالها. بغات دير جلا بدغوا، بغات تخدمها كيمونو، بغات تخدمها كاب كيما بغات تخدمها، راه كلشي. هذا أورونج صراحة كاع اللوانات ديالها زوينة، نحاول نخليهم لك هنايا باش يبانو لك اللوينات. لونوار هذا لونوار ديالها كحل كحل بري، تيبان لك بري عندك في الصورة. هذا لونوار صراحة بقات فيها واحد التشكيلة، كنا غنديرو فيها واحد لابطونسيون ديال 200 درهم ليفغيزون غاتوي ان شاء الله. هذا واحد الباج كريمة ولا تيقولو الحمامي، المهم هذا باج ناصر افتح. كاين عاوتاني هذا بلوغوا، لا عفوا بلو موف، هذا راه ندوز ديك البلو موف راه فيها جوج، هذا بلو موف. كنعاودو نذكرو بالعبارة 52 على متر ونص، والثمن 200 درهم، والتوصيل بالمجان. كاين عاوتاني هاد التراب، هذا ترابي مفتوح، ها مبقاش. الناس اللي كيسولو على العنوان راه الحين حساني شارع افغانستان البداية ديالو الرقم 50 قرب محلات الوان، هذا ترابي مفتوح. فيها خزي بعيد لوين تا هو شحال غزال صراحة، كاع اللوانات ديالها زوينة. هادي كان فيها شي 22 لون، دابا هادو هما اللوينات اللي بقاو فيها. كنا غندير فيها واحد لابطونسيون ديال 200 درهم، ولا ليفغيزون غاتشوف. هذا بلو بون انا ونحس، هذا راه شوية ناصح على الاخر، يعني اللي عجبها البلو تواصل معانا وصيفطوا لها اللوينات وتختار لي بلوت. هذا بلو بون. هذا قصيبي انا شي حاجه غزال، هذا مثلا تقدر تدخل فيه شي لون ولا تخدم له الفلون ولا الديكرادي، كيبقى لها هي لو شغل اللي بغات تلبس، مساله الذوق ديالها. كي تنقولوا ديما راه الخيطه اللي كتشقر تشوف، شوف معايا هذا واحد الكلوره ديالها بوغدو انا مدحش. شي حاجه غزاله الصراحه، هادي اخر دفعة ان شاء الله. الناس اللي خداو من المباراة ليجا صحتكم وراحتكم، صراحة الشكي اللي جا الاخر زوين تا هو، لقى الاقبال ولقى التفاعل، بزاف الناس عجبتهم ديك الزويقة اللي كتب ليها بصحتها وراحتها، واللي ما كتبش خاصني الا قالت كزربت وخديت من الاخرى. الصراحة هذيك اللي عجبتني راه تا هي كتبت ليها من الاخرى، ماشي مشكل. شوف هاد الزيتي هذا، هذا مغلوق على هذيك اللي داز، الاخر كان شوية خزي مفتوح. هذا زيتي فابوتي حتى هو مهم غزال وانيق. حتى لافونتاج ديال المليفة كشمير ما تدبوهاش، تلبس عام على عام، يعني ديجا خيطة تقدر تزيد شي لوين في شهوته تلبس منو وتبقى لها باش تبدل. هذا ترابي محمر شوية على داك اللي داز، كاين عاوتاني هذا كري، هذا كري جديد هذا العام، راه كاين في الكريم كاين في المليفة الرقيقة وكاين في الكشمير، كيبان بحال مزرق شيه ورستان كري، ولكن فيه واحد لو توشي ديال زريع بحال السماوي بحال السيال، لوين تا هو غزال تخي شيك انا في الوسط. وكاين هاد لاكولوغ هادي بلو مارين اولا بلو نوي، وهادي هي التشكيلة السي حسين، اللي خدا شي حاجة بصحتها وراحتها، اللي ما خداتش غتكون احسن. صباحكم مبروك، الله
بارك مبارك سعيد اللي كتبتها من راتكم والصحة والراحة اللي ما كنتش غتاخذ محسن.